Basic English Grammar 3rd Edition Betty Azar. هذا الكتاب يعتبر من الكتب الجيدة لدراسة الجرامر. السبب التالي أنه هذا الكتاب راح يعطيك شارتات بها القواعد موجودة. الكتاب موجود هسه. راح ندخل على الفصل الأول اللي هو Chapter 1 Using الفعل be كفعل مساعد. راح نجي على الشارت رقم 8 اللي هو Summary Basic Chart. هنا ايش راح نجي نقول؟ نقول بأنه أنت عندك ذا الجملة الجمل البسيطة ذا تريد تكون جملة بسيطة باستخدام الفعل بي. الفعل بي طبعا هو 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 الفعل المساعد اللي هو يا أما أم أو إز أو آر. أنت أي جملة عندك يتتكون من ثلاث أجزاء اللي هي الفاعل والفعل وتكملة الجملة. الفاعل طبعا يا أما يكون عندك noun أو pronoun. noun يعني كأنها تقول علي is فهذا يعتبر noun. أما إذا قلت I am فI هناش تعتبر pronoun ضمير. فهي يا أما عندك أسماء أو ضمائر الفاعل اللي هي ضمائر I, he, she, we, they, you, you إلى آخره. أما عندك واللي هي دائما تجي بداية الجملة وتسمى الفاعل السبجكت. الفعل البي هي تمثل لك الفعل واللي هي دائما تجي لك شنو دائما تجي لك دائما تجي ويا من عندك ويا الفاعل. فكل ما عندك فاعل لازم يكون عندك فعل مساعد أو فعل رئيسي. إحنا هنا راح ندرس بس إذا عندك أفعال مساعدة. الفعل المساعد هو لازم يكون عندك اللي هو am أو is أو are واللي لازم يكون عندك يتوافق agreement يعني يتوافق عندك ويا من ويا الفاعل. فإذا الفاعل عندك I لازم تستخدم am، إذا الفاعل عندك مفرد لازم تستخدم له is، وإذا الفاعل عندك كان جمع لازم تستخدم له are. أما تكملة الجملة فأنا أقول لك عندك ثلاث أنواع من تكملات الجمل اللي هي بعد أنت بعد الفاعل والفعل، اللي هي أما تخلي أنت noun أو تخلي يعني كانت تخلي اسم بعد بالنهاية أو تخلي صفة adjective أو تخلي place. فمثلا إذا قلت I am a student، student تعتبر noun. إذا قلت he is intelligent، intelligent يعني هو ذكي فتعتبر صفة. أما إذا قلت we are in a class فهنا in a class تعتبر هي مكان. وإذا قلت she is upstairs، upstairs هي معناها شنو يعني؟ يعني هي صاعدة فوق فمعناها تعتبر مكان. إذا تلاحظ هنا أنا عندك بحالة البليس، فالبليس هو كان ياما يتكون من كلمتين اللي حرف جر واسم in class، أو يتكون من كلمة واحدة كما هو upstairs اللي شارح لك إياها هنا. هسه راح نجي نشوف شلون راح يشرح هو الموضوع. طبعا راح نبدي هسه منين؟ نبدي من شابتر 1.1 اللي هو هذا الشابتر العفو من chart 1.1. It was a preview. We're going to keep going now, and we're going to look at this chart. The chart is showing that a noun is followed by a verb, and is followed by another noun. In this case, they're both nouns, and the verb are both singular. So, Canada is a country. Canada is a country. This is showing that Canada is a singular noun. Is a singular verb. And country is a singular noun. The noun and the verb have to agree. This is the use, in B we have the use of a. And in C we have the use of an. A and are the same meaning. They're both articles. A is an article, an is an article, a and an are articles. The only difference is that you use a before consonants, etc., and you use an before vowels. A E I O U. A E I O and U, sometimes H. Sometimes you can see them used
before an H. This is not common. It depends on who's writing. Okay, so that is a singular noun and singular verb. Let's move on and practice. هذه نجي مراجعة سريعة على اللي ذكره. ذكر بأنه إذا أنت عندك هنا الفاعل هو اسم وكان مفرد فأنت عندك الفعل to be لازم يأخذ is. فمثلا نقول كندا is a country. هنا عندك إذا هذا مفرد فالفعل مساعد مفرد وبعد الاسم هم لازم يكون مفرد. فشون نسوي يعني مفرد بأنه ولازم إذا مفرد تضيف للحرف a. فقال لك كندا هي تعتبر اسم مفرد. الاز هي singular verb والcountry singular noun. نفس الشيء من تقول مكسيكو is a country. مكسيكو يعني بلد واحد فلازم تستخدم is مو تستخدم are. a country يعني هي أداة التعريف استخدم ويا المفرد لأن إذا هذا مفرد لازم هذا الشيء يكون عندك مفرد لازم تكون عندك agreement. طبعا عندك أدوات تعريف هي a و an و the اللي the بعدين راح نشرح the يمت تستخدم. المهم عندك الـ A والـ An. الـ A والـ An هنا يسموهن articles دائما يجين قبل الاسم المفرد. انتبه يعني إذا عندك اسم جمع ماكو عندك A و An. يعني countries ماكو عندك A countries إلا إذا كانت country بلد تخلي لها أداة تعريف A. الفرق بين A و An بأنه نثنيات نفس المعنى بس الـ A تخليها في حالة أنه كانت الاسم هو يبدي لك شنو بأحرف ثابتة أو يعني ساكنة كونستانت اللي هي كل الأحرف باستثناء أحرف العلة. لأن إذا عندك أحرف علة اللي هي الـ A والـ E والـ I والـ O مرات يعتبر عم عندك وياهن الـ H وكذلك الـ U همين فبهاي الحالة تستخدم an لسهولة اللفظ. فعندك مثل animal ما تقول a animal صعبة تقول an animal. ear تقول an ear. an island an office. أوكي نجي هنا عندك يا أهم جملة بيهن اللي هي a cat is an animal. يعني مثلا تريد تقول بزونة هي حيوان البزونة هي a cat. ليش ما قلت cat؟ لأنه هي هنا مفرد فتخلي لها a أداة تعريف a لأنه هي بادية بحرف ثابت. is لأنه هي cat مفرد. an animal هنا هذا هم مفرد ولأنه بادي بحرف علة فتخلي له شنو an. وما لا تسأل هنا بهاي الكلمة وهاي الكلمة ليش ما خلي أ كندا أ مكسيكو؟ لأن كندا ومكسيكو تعتبر أسماء بلدان فما يراد لها التعريف تعتبر أسماء علم. هسه نجي على شرط رقم 1-2 إذا هي في حالة أنه عندك شن شرط الجملة في حالة تحكي على جمع أو يعني كان عندك الاسم بالبداية هو جمع فش راح تخلي وياه؟ تخلي وياه آر أوكي وبعدين وراها هم يعني يكون لازم الاسم الثاني هم جمع. مثلا هنا أنا عندك من كنت تقول بزونة هي حيوان قول a cat is an animal. من أنا أقول البزازين هن حيوانات فالبزازين ما قول a cat cats لأنه بعد ما عندك تستخدم أداة التعريف لأنه أداة التعريف تستخدم بس للمفرد فcats. are لأنه أنت عندك cats جمع فتخلي are animals اللي هي هنا شنو بدل كلمة an animal استخدمت animals على اعتبار انه animals هي جمع بإضافة حرف الاس. شوف شلون راح يشرح. This chart is referring to plural nouns and plural verbs. Again, the noun and the verb have to agree. So number letter A here is saying cats are animals. Plural means two or three or more. Here, cats is a plural noun, are is a plural verb, and animals is a plural noun. And B here, you have a singular and plural example, a cat, an animal, and the plural form is cats. And the plural form of an animal is animals. Plural nouns in an S, a and an are only used with singular nouns, and they have to be used with singular nouns. You have to use them. It's very important. C refers to singular and plural using IE, IES. Some singular nouns that end in Y have a special plural form. They omit the Y
and add IES. See this little star here? This refers to this down here. It's a little star. And it's saying see chart 3 and 6 on page 63 for more information about adding SES to words that end in Y. Now, D and E refer to proper nouns that are plural, that become plural. So, well, for example, they're using proper nouns here, Canada and China. But the point here is using and for two or more nouns that are connected using are. So Canada is a singular noun. China is a singular noun. But they're connected using and. Together they form a plural. So we did that in the example here. بس نرجع نلخص اللي قاله بسرعة اللي أنه إذا أنت عندك كان الفاعل هو جمع مو مفرد يعني جمع فتستخدم الفعل المساعد يكون عندك همين تستخدم آر والاسم اللي بعده هم يكون هو عبارة عن جمع cats are animals انتبه هنا هذا جمع خليت آر وهنا ضفت الأس نجي نلاحظ عليه لازم نعرف أنه شلون تجمع أنت الأسماء طبعا هنا كله شرحنا أنه noun عندك مو عندك ضمير هي أو شيء وي أو مدري شنو عندنا أسماء فعندك إذا أنت هو المفرد كان a cat or an animal تحذف أداة التعريف وتضيف S بس مو دائما أنت كل أسماء هي تجمعها بإضافة S عندك مراتك واللي هي منتهية بواي أوكي فهاي مرات تضيف لها IES أوكي اللي هي القاعدة مالتها بأنه إذا كان قبل الواي حرف حرف صحيح مو علة فضيف تقلب الواي إلى I وبعدين ES أما إذا كان عندك حرف علة فما راح ما تضيف I E S اللي هي بعدين قاعدة راح بعدين راح ندرسها قال لك عليها بشارة 3-6 اللي يتخصص تضيف S لو E S الشغلة المهمة هنا كلش اللي هي أنه أنت إذا عندك كلمتين أو اسمين جمعتين بكلمة and مثل كندا and China هنا شو تخلي تخلي R لو S أكو واحد راح يجي يقول بأنه كندا وهي مفرد وتشاينا هي مفرد فأخلي إز لا غلط كندا وتشاينا هنا معناها صارن شغلتين يعني اثنين ما دام اثنين فإذا شو تخلي آر countries dogs and cats are animals هاي الجزء ما راح تغلط بها لأن هي أصلا dogs وcats هي شنو عندك هي جمع بجمع فراح تخلي آر بس هي المهم أنت أي شيء القاعدة ثابتة أي شيء جمع بأند فتسوي له كونكت بأند سواء كان هو اسم مفرد باسم مفرد اسم جمع باسم جمع فتصير الفعل مالتهن هو فعل هم جمع اللي هو آر وطبعا التكملة مال الجملة اللي هي إذا كانت اسم عندك countries or animals لازم تكون عبارة عن جمع فالملخص عندك إذا أنت عندك شان الفاعل هو عبارة عن اسم ومفرد فلازم الفعل ياخذ هو الفعل المساعد is والتكملة مال الجملة إذا كانت اسم فلازم تكون هم مفرد وتنتبه تخلي أي أو أن حسب الاعتماد الكل اسم مفرد بالاعتماد لأنه يبدي لك بحرف إذا كان يبدي بحرف ساكن فتخلي أي إذا يبدي بحرف علة فتخلي أن بحالة عندك انه انت لا الفاعل هو كان عبارة عن جمع فالفاعل لازم فال عندك الفعل to be لازم ياخذ are فكاتس are وبعدين التكملة هم لازم تكون عندك جمع يعني الجملة كلها تكون بحالة الجمع شلون تجمع يا اما تضيف اس يا اما تضيف وحالات تضيف اي اس اذا كانت الجملة منتهية بواي وكاسا مرات اكو اسماء هي شاذة بالجمع مثل كلمة دير اللي هي غزال الجمع مالتها نفسها دير ما يتغير لا تضيف اس ولا هاي فيش هي نفسها فيش مو فيشز عندك واذا عندك انت الجملة اسمي ربطتهن بانت سواء هنا كان مفرد او كان جمع فانت الفعل المساعد مالتنا او الفعل الرئيسي لان ما عندك ما قاعد نسولف على جملة بيها فعل رئيسي فعل الفعل مالتها يكون عبارة عن جمع اللي هو ار هسه نجي على تشارت 1-3 بتشارت 1-1-1-2 خلنا انه الفاعل هو دائما اسم فاذا اسم هو كان مفرد ياخذ از اذا اسم جمع كان ياخذ شنو ياخذ لك ار اما هسه لا راح نجي اذا بحالة اذا عندك الفاعل هو pronoun ضمير فراح يتغير عندك من هو
يتغير عندك الفعل بالاعتماد على نوع الضمير. اوكي نجي نشوف شلون راح يشرحها. Section is 1-3 is pronoun be and noun. This is very important. When you use a pronoun, first off, what is a pronoun? Here are the pronouns. These are pronouns. I, you, he, she, it, and we, and they. So here are the pronouns, examples of pronouns. I, you, she, he, it. And then these are plural pronouns. We, you, and they. So these are the singular pronouns. And these are the plural pronouns. Now each pronoun has a form of the verb to be accordingly. There's three main forms, am, is, are. Now this is the form to be, so you don't be confused. The form of to be has three different forms. This is very important. So I hope you study this carefully. For I is am, you is are, he, she, it, use is. All of the plural forms use are. So, I am a student, you are a, and then don't forget we have a here, singular, a country, a student. And here's the plural noun for students. Now, the way you would use this in a sentence, simple sentence is Rita is in my class. The pronoun is she. She refers to Rita. She is what? Is a student. Tom is in my class. He refers to Tom. He is a student. And he is masculine. See? And J, here's J. J. And J, Tom is masculine. Rita is feminine. And the I, letter I. Now in K, you have they, the pronoun they, which is over here. They are Rita and Tom. Here's and. So you got and. Rita and Tom are in my class. They are students. Now the best way to understand this is do some exercises. هسه راح نجي نشرح اللي هنا. اقول لك لان كان عندك انت الفاعل هو عبارة عن ضمير pronoun، فأنت هذا الضمير هو احتمال التقاس هو مفرد أو الضمير هو شنو عبارة عن ضمير جمع. ضمائر المفرد هي I, you, she, he, it. أوكي اللي هو I معناها أنت, you, I, أنا, أنت, هي, she, هي, he, هو, it معنى الجماد نستخدمه. أما بحالة أنه الجمع فعندك الضمائر وي اللي معناها نحن يو هاي هنا انتبه لها أكو يو من تريد تقول الواحد أنت هو يو بس من تريد تقول أنتم شو تقول هو نفسها هي إحنا الكتابة هي يو بس هي تلفظ يو فأنت من واحد يقول لك يقول يريد يقول لك بأنه أنت وفلان فيقول لك يو يو آر انتليجنت يعني أنتو أذكياء ما يقول لك يو آر انتليجنت إذا قال لك يو آر انتليجنت انت عبالك تقعد يحكي عليك بس انت. المهم عندك هنا انا اذا هاي لازم الضمائر هي اي ويو هي وشي وات وي وذي اوكي والافعال المساعده هي ام واز وار فانت اذا هو كان مفرد فالاي تاخذ ام دائما اليو تاخذ ار سواء كانت هي بحاله انه سنجلر او يو بحاله البرولر هم تاخذ ار شي والهي والات ياخذن اس طبعا اذا انت عندك سنجلر لازم شي يكون عندك الاسم اللي بعدها متصير اجريمنت بالجمله
لازم هذا يكون عندك مفرد فتخلي له الارتكل مالته اللي هي الاي او الان، بينما بحالة عندك اذا انت الضمائر هي عندك مال جمع فانت هنا تستخدم الفعل ار وتكون عندك الاسم البعده هو عبارة عن جمع فصير بي حرف اس او اي اس وما عندك الارتكل. الشغلة الوحيدة تنتبه لها انت عندك انه يو هي اذا كان مقصود بها انه انت مفرد فاللي بعدها شي يكون مفرد، اما اذا كنت تقصد بها هي جمع انتم فالبعدها شي يكون عندك جمع. اوكي، لان بكل الاحوال هي ار وار، فانت عبالك دائما عبالك ار لازم تخلي شنو تخلي اس، لا بس هنا اللي يقصد بها شنو سنجلر مفرد، هنا يقصد بها جمع فخلينا شنو خلينا اس. نجعل هذا نيريتا از ان ان ماي كلاس شي از ا ستودنت. اوكي، هنا انا ليش استخدم بدل ريتا استخدم شي لانه هي عندك شنو فيمينن يعني مؤنث، يقول لك دائما الضمير هو يشير لك الاسم يعني ياخذ نفس المعنى مالته. توم از ان از ان ماي كلاس هي از ا ستودنت، بما انه توم هو ماسكلان يعني ذكر فخلى بمكانه هي. من قال ريتا اند توم، شوف ريتا اند توم ما دام اند فشي يصير عندك ار ما يصير عندك از، ار ان ماي كلاس من تريد تشير ريتا اند توم تقدر تقول they are students. هسه احنا خلصنا هذا الجزء اللي هو درسنا بيه انه هذا الفاعل كان عندك اسم اوكي بحالة المفرد وكان عندك التكملة مال الجملة هي اسم اخر، واخذنا همين بحالة انه الفاعل هو كان عبارة عن شنو عن جمع وتكملة الجملة هي عبارة عن اسم، وخذنا اذا في حالة انه الفاعل هو كان ضمير وتكملة الجملة هم عبارة عن اسم. هسا راح نجي بعدين ورا راح نجي ناخذ انه في حالة لو انه كانت تكملة الجملة هي عبارة عن صفة adjective أو تكملة الجملة هي عبارة عن at place مكان.